اهلا بكم اذا مجددا مشاهدينا الكرام. طبعا فكره الاقتصاد الاخضر يعني هذه او هذا المصطلح ظهر جليا في الفتره الاخيره وفي السنوات الاخيره، ولكن تعالت الاصوات فيما يتعلق بالاقتصاد الاخضر والاقتصاد الصديق للبيئه، خاصه بعد استضافه مصر لقمه المناخ في نوفمبر الماضي. ودائما بنتكلم عن المشروعات الصديقه للبيئه، عن الابنيه او الاقتصاد الصديق للبيئه او البناء الصديق للبيئه بشكل عام، وهناك مبادرات متنوعه لما يتعلق بفكره الاقتصاد الاخضر بشكل عام. في هذا الاطار نظمت ورشه التدريب على نماذج الاعمال الخضراء لرواد الاعمال المتميزين، وضمت هذه الورشه 4 محافظات هي اسوان وقنا والاقصر والفيوم. انطلقت الورشه للتدريب على نماذج الاعمال الخضراء باقصى مستوى من الحماس والتفاعل على مدار 3 ايام. سنتعرف على هذه الورشه ويعني ايه نماذج الاعمال الخضراء ويعني ايه اقتصاد اخضر واقتصاد صديق للبيئه مع ضيفنا العزيز المهندس المدني والباحث بالمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء باشمهندس احمد محمد حسن. اهلا بك باشمهندس. اهلا وسهلا باشمهندس. بنورك الله يخليك. يعني اولا عايزين نبسط المصطلحات للساده المشاهدين. اذا ورشه تدريبيه على نماذج الاعمال الخضراء لرواد الاعمال المتميزين، لنحاول نبسط الامور للساده المشاهدين. خلينا في البدايه بس زي يعني اقول لحضرتك زي ما بيقولوا الحاجه ام الاختراع. خلينا نقول مع بدايه الثوره الصناعيه عامه ما كانش لسه في موضوع البيئه محطوطه في ذهنهم، كان الهدف كله هدف ربحي بحت. صحيح. ما كانش النظر لموضوع تاثير ده على البيئه ازاي او هيكون شكله ايه. خلينا نقول ان التوجه العالمي حاليا مع التغير في المناخ وارتفاع درجات الحراره ناتج عن الوقود الاحفوري واللي هي الحاجات اللي بتبقى مضره للبيئه او عدم السيطره والكلام ده بالظبط. الفكره ان خلينا نقول لحضرتك ان ثاني اكسيد الكربون او الغازات دي بتفضل سنين في الجو، يعني مش مجرد ان هي بتطلع كده خلاص، لا. نعم. احنا محبوسين في غلاف جوي. نعم. غلاف الجو ده بينه طلعت ظاهره الاحتباس الحراري. نعم. اكيد كلنا عارفين ظاهره الاحتباس الحراري اللي نقشت بشكل مستفيض يمكن في قمه المناخ الاخيره. فخلينا اقول لحضرتك يعني يمكن من 14 مليون سنه نسبة ارتفاع الكربون أو نسبة الحرارة في الجو ما وصلناش للمرحلة دي. فمن هنا بدأ العالم ينظر للموضوع ده بموضوع خطورة، إن إحنا لا إحنا لو استمرنا بالمعدل ده فإحنا رايحين لكارثة بيئية صعبة. من هنا بدأ التوجه العالمي عن طريق المناخ والاهتمام بالحاجات المصادقة للبيئة. يعني يمكن انا عشان في مجال التشييد والبناء فابتدينا بفكره ازاي نكون مساعدين للبيئه او ازاي نكون اصدقاء للبيئه خلال المجال بتاعنا. ففكره من هنا فكره اللي هو المباني الخضراء او المباني الصديقه للبيئه. عشان نوصل الموضوع بس ابسط شويه للناس، يعني المباني الخضراء هي من اسمها حفاظا على البيئه، لان احنا بنستخدم خلينا نقول ان الطاقه الكهربائيه اللي احنا بنستخدمها دي بتصدر ثاني اكسيد الكربون بطريقه صعبه اللي هو مولدات بتاعه الطاقه. وفي نفس الوقت غير ان هو يعني طاقه غير متجدده وفي نفس الوقت مش صديقه للبيئه. فمن هنا كان فكره ان احنا نستبدل ده بطاقه نظيفه وطاقه متجدده اللي هي الطاقه الشمسيه. خلينا اقول لحضرتك ان احنا في اسوان هنا بنمتاز بالشمس ودرجه الحراره العاليه، وعندنا المشروع الكبير مشروع الطاقه الشمسيه في بنبان، وحاليا المحطه الثانيه في فارس. احنا كان مشروعنا ان احنا بنحسب الاحمال بتاعت المباني السكنيه. عايز بس يعني عشان نقرب الصوره للساده المشاهدين، يعني باشمهندس احمد مع مجموعه من الشباب بيمثلوا مجموعه لرواد الاعمال. تمام بالظبط. دخلتوا في ورشه التدريب بهذا المسمى يعني. بالظبط. احنا حاولنا دي الفكره ان الموضوع ما يكونش بس مجرد فكره، لا ده ممكن يكون ليه عائد اقتصادي كمان لو جهه تبنت المشروع ده. لان الموضوع على المدى البعيد كمان مربح اقتصاديا. يعني خلينا نقول ان هو صديق بيئيا ومربح اقتصاديا للمستخدم او للجمهور عامه يعني. يعني تكلفه البناء ممكن تكون في الاول غاليه شويه على اساس الالواح الشمسيه بالظبط، بيكون تكلفتها غاليه في الاول. بس خلينا نقول على الاستدامه او على المدى البعيد انت بتاخد طاقه مجانيه مدى الحياه وبقى بس تكلفه. انا هنتكلم بالتاكيد عن فكره او النموذج اللي انت قدمته بشكل مفصل. لكن نتكلم عن الورشه بشكل عام واليات التدريب كان فيها ايه والنماذج بشكل عام التي عرضت في الورشه.
طيب هو عامة كانت الورشة كان في جهة هي اللي كانت قائمة بالتدريب. الجهة دي كانت فكرتها ان هو بتوصلك ازاي تحول الفكرة بتاعتك من مجرد فكرة ان انت تحولها لعمل او لمشروع او واقع على ارض الفعل. نعم. ازاي تعرف تحدد مصادرك ايه، ازاي الدخل هيجيلك من فين، ازاي تستخدم. فكانت الفكرة في كده اهو، نعم. ازاي تحول الفكرة لمشروع اقتصادي كامل على مدار ال3 ايام. طبعا احنا كان الموضوع بالتسلسل من بداية ازاي الفكرة تتحول، ازاي وطرق تحويل الفكرة من مجرد فكرة مجرد عمل على ارض الواقع. طيب، ما عشان تتحول من مجرد فكرة لعمل على أرض الواقع هناك خطوات كثيرة، ولكن الأهم طبعا فكرة الفند أو التمويل. يعني بالظبط، ما هو كانت الفكرة ان احنا تقريبا هي المسابقة دي كانت على مستوى الجمهورية، اختاروا منهم 20 مبادرة او 20 مشروع. كانوا 20 مشروع دول هم اميز 20 مشروع بيخصوا البيئة عامة، مش بس مجال المباني الخضراء او اللي احنا دخلنا فيها، لا كان في مشروع استخدام مواد من الطبيعة استبدالها زي المواد اللي هي اكاسي البلاستيك اللي احنا مش عارفين نخلص منها، في حاجات جديدة للبيئة، الموضوع كده يعني كان. طيب، يعني طبعا هذه الورشه ضمن المبادره الوطنيه طبعا لرواد الاعمال في مجال الاستدامه البيئيه، ده مهم جدا. لكن عايز اتكلم برضو عن يعني مخرجات هذه الورشه، يعني هل بعد هذه الورشه سيتم اختيار هذه المشروعات او مشروع منها او اكثر او ما الى ذلك؟ يعني بعد الورشه احنا عملنا، المفروض ان احنا عملنا مجابله معاهم واختبار، هيتم اختيار مبادرتين من ال20 مبادره ان شاء الله. هيتم يعني الورشه قدمت 20 مبادره؟ كان يعني ال4 محافظات مثلا، على 4 محافظات كان في 20 مبادره على مستوى ال4 محافظات، اسوان وهنا والاقصر والفيوم. 20 بالزبط. مبادره من هذه المحافظات، 20 مبادره 20 فكره، كل فكره مجموعه من الشباب. قدمنا طرحنا مشروعنا بعد ايام التدريب طبعا بناء على الاساسيات اللي المفروض المشروع يمشي عليها عشان يكون على ارض الواقع. بعدين كان في معانا مجابله مع المؤسسه ده، على اساس ان هو هيتم ان شاء الله اختيار فكرتين من ال20 فكره، هيتم احتضانهم لمده 8 شهور او 9 شهور لتسهيل ان الفكره تفضل فعلا على ارض إيه الواقع. اللي لفت نظر حضرتك انت كمهندس مدني يعني من الافكار ال20 مثلا في المحافظات المختلفه؟ والله يعني بصراحه الافكار كلها كانت افكار، بصراحة أفكار فعالة يعني ما أقدرش. مبتكرة، المهم تكون مبتكرة. بالظبط، هي الفكرة كلها إن كلها يعني بتمشي في إطار فعلا المشكلة بتاعت البيئة، لأن موضوع البيئة دلوقتي يعني خلينا أقول لحضرتك إن ممكن في ناس كتير مش حاسة بالموضوع ده أو مش مهتمة بالمجال ده، بس إحنا بنشوف أثر ده حتى في تغيير المناخ العالمي أو صحيح. تغيير الجو عامة. يعني حضرتك لو تشوف فصول الشتاء والصيف والربيع بالنسبة لنا إحنا بيت الموضوع متغير شوية، ربما تشهده في يوم واحد يعني. بالظبط، فده نتيجة اللي هو الاحتباس الحراري اللي احنا بنتكلم عنه، فالموضوع مش بسهولة. فالأفكار كانت لافتة للنظر، يعني مثلا لو عرضت لنا فكرة مثلا ايه لفت نظرك في الفيوم في الأقصر في هو عامة كانت الأفكار، كان في فكرة مثلا استخدام اللي هو نوى البلح كبن بديلا عن البن الرسمي منها، يعني حاجة مفيدة صحيا. وفي كان في أفكار تانية للزراعة عن طريق طرق معينة توفيرا للمية وبرضو إنتاجية أكتر. كان في أفكار، هل الأفكار بدأت أنها مناسبة للبيئة؟ يعني كل أفكار تبدو مناسبة لمحافظتها مثلا؟ بالظبط، هي الافكار كلها مناسبه لاي مدى، لان الفكره مش مقتصره بطابع مدينه معينه او بسابق معين، لا هي الفكره تخدم البيئه في اي مكان، يعني لان هي حاجه عامه. نعم. طب نعود الى يعني عرفني عن المجموعه بتاعت حضرتك، يعني انتوا كونتوا المجموعه ازاي ورتبتوا افكاركم ازاي والادوار كانت ازاي؟ طيب خلينا نقول لحضرتك احنا بدايه يعني ممكن برضه نقول اسمائهم يعني عشان نحييهم برضه. كانت يعني. كان في احنا معانا مهندس عبد الله ومهندس اسلام، والاستاذه ندى كانت مسؤوله عن السوشيال ميديا والكلام ده. الفكره كلها كانت بدات، احنا خلينا نقول ان في مشروع الاسكان الاخضر حاليا الدوله مبنياه، بس بفكره مصغره عن الفكره بتاعتنا. يعني احنا جات لنا فكره من هنا. ده بتشتغلوا عليه انتوا في المركز القومي؟ بالظبط، يعني عايز اقول لحضرتك يمكن في اسوان لاول مره على مستوى الجمهوريه احنا شغالين في مشروع الاسكان الاخضر، بس يعني لازلنا في مرحله الهيكل الخرساني، لسه ما بداناش في المشروع ككل يعني. بس الفكره ان الفكره كانت مدعومه من الدوله او المباني الخضراء، كانت في اطار معين، فاحنا حبينا ان احنا نزود الاطار ده
او نوسعه اكتر، بحيث ان احنا لا طب هو يعني ليه كهرباء بس، او ليه ما ندخلش معانا كمان ميه، ليه ما ندخلش نستفاد بالزراعه بتاعه الاسطح. يمكن كان في برضو نقاش في كان مع المجموعات اللي احنا اثناء الورشه، ان احنا يعني كان في فكره عن زراعه الاسطح عن طريق زراعه معينه. طبعا كان مهندس زراعه مقدمها، فانا مش لم الموضوع كل، بس الفكره ان انا بستخدم ميه بطريقه معينه يعني قليله، السيستم بتاعنا بالظبط يعني بقى بناء متكامل، كهرباء صديقة كهرباء وميه بالظبط ومساحه خضراء عشان نزود نسبه الاكسجين ونخلص من ثاني اكسيد الكربون اللي مسبب لنا الاحتباس الحراري. تخصصاتكم انت وعبد الله واسلام وندى مع حفظ الالقاب طبعا، تمام بتخدم الموضوع بالظبط. هو كل في شق يعني، خلينا نقول ان في مثلا مهندس كهرباء، مهندس كون مدني، الاخصائي السوشيال ميديا او اخصائي الاعلام او ازاي توصل الفكره للناس، فكل واحد ليه دور ان شاء الله يعني في حتته يعني. نعم. طيب انتوا هتستفيدوا من الجهاز زي مثلا زي جهاتكم زي المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، يعني اكيد يعني في تجارب او خبرات بتنقلوها بالضبط يعني. انا بقول لحضرتك زي ما قلت لحضرتك ان احنا مباني خضراء شغالين فيها او مركز البحوث حاليا مشرف عليها، فاكيد بيكون في احتكاك مع دكاتره من المركز ومع ناس استشاريين وخبرات، اكيد هنستفاد من ده ازاي نطور من فكرتنا يعني. طيب الفكره الى ان ترى ايه الخطوات اللي محتاجينها في الفتره المقبله يعني؟ يعني ان شاء الله نقول مثلا باركنا خلاص انتوا فزتوا بالنقطه اللي تنفذوا هذه الفكره، ايه اللي هيتم؟ اللي هيتم فكره ان الفكره نفسها توصل للفئه اللي احنا بنستهدفها، لان زي ما بقول حضرتك هي الفكره عايزه تعرف توصل للناس ازاي. للاسف يعني الناس اللي مش مدركه للموضوع على المدى البعيد تيجي تتكلم معايا يقول لك لا الطاقه الشمسيه مثلا عشان اعمل لوح بيكلف شيء فلان. طب انت لو حسبتها مثلا انت بتدفع كام كهرباء كل شهر، ومقابل كمان يعني بينتج عنها غاز قد ايه، فانت لا على المدى البعيد بيبقى الموضوع كده. حتى احنا لما اتكلمنا في الموضوع ده ابتدينا نعمل افكار ان احنا مش شرط ان احنا يعني نعمل الالواح الشمسيه دي، ان اللي هو صاحب الوحده يتكفل بها كامله. لا ممكن عن طريق ان احنا مثلا تبقى زي ناجرها له او يدفع مقابل الاستهلاك، ممكن يتعمل حد زي تجمع سكني على اساس التكلفه تقل يعني. ما هو يبقى تجمع سكني في الغالب لان كله بيخدم على بعض والتكلفه تقل، ده مهم يعني. بالظبط عشان نحسب الاحمال ممكن ساعتها نعمل محطه كامله تخدم على المجتمع السكني ده. نعم. التمويل اللي محتاجينه مثلا قد ايه في البدايه مثلا كي تبداوا يعني؟ لا هو التمويل طبعا هيكون تمويل مكلف، لان طبعا انت حضرتك عارف اسعار الانشاء والبناء والمواد دي غير استخدام المواد. بس ممكن تكون الفكره زي فكره مساهمه او بيدفع جزء بنشتغل منه وبعد كده بيكمل تاني. يعني اقصد انتوا بعد ان شاء الله اعلان النتائج يعني خلاص انتوا لكم وقع عليكم الاختيار يعني. يعني هتبداوا ازاي برضه؟ انا عايز اتصور هتبداوا ازاي؟ هنبدا نعرض في الاسواق اللي هي بتبقى خاصه بالتطور العقاري للناس المقبلين على شراء الوحدات السكنيه. هنبدا نعرض عليهم الفكره دي يعني انتوا هتشتغلوا اللي فهمتوا كده هتشتغلوا على وحدات قائمه اصلا، مش هتبنوا وحدات من اول من هو احنا من ممكن من أول جديد يعني. هو احنا ممكن لو مبنى يعني عشان نقرب برضه الصوره، معلش انا بقطع كتير بس عشان لا يعني مثلا تجمع زي اسوان الجديده او زي قنا الجديده او زي سوهاج الجديده، هذه التجمعات الجديده يعني ممكن نطبق فيها الفكره مثلا؟ ممكن طبعا، بس خلينا اقول لحضرتك ان احنا بنستخدم مواد معينه غير المواد العاديه. فممكن نبدا بالمشروع من هيكل الخرسان يعني قبل الطوب، لان حتى الطوب اللي احنا بنستخدمه هيكون طوب معين بحيث من البنى نفسه يعني من المباني نفسها، لان حضرتك المباني نفسها الطوب او العازل بتاع الحراره ده بتحسب معانا بفواقد الحراره وبتحسب الموضوع يعني موضوع صعب شويه. هو دايما البدايات يا باشمهندس بتبقى يعني بدايات مكلفه بالظبط، يعني لما تعمل بيت لوحده غير لما تعمل خمسه او تعمل تجمع يعني، اقصد لان برضو المواطن في النهايه بيبص للكلفه في النهايه بالظبط. يعني هيكلفني كام يعني؟ بس خليني اقول لحضرتك ان الموضوع انا لو بصيت له المدى البعيد انا اكيد هكون كسبان يعني. الموضوع مش على المدى القصير. نعم. و كده كده طول ما انا هشتري فانا ممكن ادفع الفلوس دي بحيث ان انا اخد حاجه امنه صحيه على بيئتي. نعم. وممكن تكون منتجه ليا يعني. خلينا اقول لحضرتك برضو لما نيجي نتكلم على الزراعه بتاعت الاسطح انا ممكن انتج منها حاجه تدخل عليا ربح كمان. صحيح. ربح وفايده امن غذائي للبيت يعني. غذائي بالظبط، امن غذائي وحاجه ما فيهاش مواد عضويه او حاجه انت عاملها اورجانيك في البيت يعني. نعم. يعني واضح ان حتى لو كانت الفوائد على المستوى البعيد فهناك فوائد اجتماعيه واقتصاديه بالظبط والمباني الخضراء بشكل عام يعني. بالظبط، وفوائد صحيه مردودها على صحه اولادنا وعلى صحتنا وعلى صحه ازاي احنا نعيش حياه نظيفه يعني، بعيدا بقى عن التلوث وعن البيئه اللي احنا عايشينها. نعم.
يعني انت عايز في النهايه بقى تقول احلامك انت والمجموعه الاسلام وعبد الله وندى، يعني بتتمنوا ايه؟ وبرضو لان في النهايه برضو انتم محتاجين يبقى في دعم سواء معنوي او دعم لوجستي او من الجهات سواء التنفيذيه او غيرها. يعني والله احنا يعني اكيد احنا هنطمع ان احنا يكون في دعم لوجستي، وخاصة ان التوجه العام للدولة حاليا نحو الاستدامة ونحو الموضوع اللي هو البيئة والحفاظ على البيئة. فانا شايف ان ممكن برضو موضوع المستثمرين لو دعموا الفكرة دي، او حد اللي هو مهتم بالمجال العقاري او الاستثمار العقاري عامة اكيد هيكون مهتم بحاجة زي كده لو شاف الفكرة وعرف مجالها يعني او فائدتها بعد كده. نعم ان شاء الله. النتيجة هتظهر امتى؟ لسه والله لسه ان شاء الله باذن الله، ممكن اخر الشهر ان شاء الله. ان شاء الله، وانا اتمنى لك ولكل المشاركين يعني كل التوفيق، كما قلت يا باشمهندس يعني كل الافكار اللي قدمت بالظبط افكار كلها يعني كلها مميزة. افكار كلها افكار مميزة. الموضوع بعيدا عن موضوع المنافسة والتنافسية، في الاخر يعني خلينا نقول ان احنا كلنا كسبانين، صحيح، عشان يطلع مشروع للنور، مشروع صديق للبيئة، مشروع بيحافظ على علينا عامة، فكلنا كسبانين، مش واحد بس يعني، او مش صاحب المشروع عامة بس. نعم، يعني اذا بهذه الروح الجميلة وكلمة كلنا كسبانين لضيفي الكريم، يعني طبعا بحاجة مميزة، والحقيقة طبعا افكار زي ما حضرتك قلت لي، نتكلم عن الاقصر، اسوان، قنا، الفيوم، اربع محافظات، وبرضه بدر ليا، هل هيبقى في اشتراطات ان تطبق يعني كل يطبق افكاره في محافظته، ولا مش بالضروره ده؟ لا لا مش بالضروره، لان انت يعني عامه كل فكره او كل فكره هنستخدمها هتبقى هتفتح فيها المشروع على مستوى الجمهوريه، وممكن لو ربنا كرم على مستوى الوطن العربي. وخلينا اقول برضه لحضرتك ان يعني برضه دي نبتة أولى، لسه باقي المحافظات هيكون برضو إن شاء الله هتطلع منهم أفكار تانية ومشاريع تانية، فالموضوع إن شاء الله ما يوقفش يعني على عندكم المشاريع. صفحة على سواء على فيسبوك أو على تويتر لنشر لا لا الفكرة نفسها؟ لسه لسه إن شاء الله الفكرة لسه في بدايتها إن شاء الله، الموضوع لما يعني أساس برضو هيبقى نوع من التسويق للفكرة بالتأكيد. لا لا أكيد إن شاء الله، بس الموضوع يعني يتبلور شوية كده وبإذن الله طب ينتشر. جهات زي مثلا زي المركز بتاعكم، مركز البحوث الإسكان والبناء، ممكن يقدم لكم إيه مثلا؟ مركز البحوث ممكن عن طريق الدكاترة الاستشاريين اللي موجودين أكيد هتبقى عندهم خبرات في الموضوع، مثلا زي موضوع البناء نفسه، في موضوع كجهة استشارية يعني. وبرضو دخلتني برضو للمركز، برضو ممكن ندي فكرة للأصدقاء المشاهدين عن دور مركز بحوث البناء والإسكان، وأنا عارف إن أهدافه مميزة، مثلا منها متعلقة بمنشآت أكثر أمانا وأكثر اقتصادا، حل مشاكل الإسكان بشكل عام، وتطبيق معايير البناء. يعني عايز برضه اديني فكره عن الدور اللي بيقوم به المركز، سواء دور فيما يتعلق بالمنشآت الجديده وكيف تكون صديقه للبيئه ايضا. طيب، مركز القومي للبحوث الاسكان والبناء هو في الاول والاخر مركز بحثي. خلينا اقول ان مركز البحوث هو استشاري وزاره الاسكان عامه، هو اللي بيحط الكود المصري، وهو المرجع والاساس في الشغل بتاعنا كبنيه تحتيه او كانشاء عامه. حاليا بيسند لي الاشراف من جهه وزاره الاسكان. نعم. يعني عايز اقول لحضرتك ان مشاريع طرق، بنيه تحتيه، اسكان، كل ده بيشرف عليه المركز من خلال الدكاتره ومن خلال المهندسين. نعم، فهو بيتابع برضو بالظبط البنى يعني ده مثلا مبني بشكل سليم طبقا لمعايير البناء وما الى ذلك. جهه استشاريه بالظبط. ومشروع الاسكان الاخضر بقول لحضرتك اللي هو شغال في الاطار ده، برضو المشرف على مركز الاسكان والبحوث. يمكن حاجه رايده لاسوان ان اسوان اول محافظه ابتدى فيها في الفعل، هو المشروع على مستوى الجمهوريه طبعا، بس اول محافظه فعلا ابتدى فيها حاليا 6 عمارات تقريبا في المشروع، تقريبا من اصل 200 وشويه عماره. دول الفين دول في اسوان الجديده. اسوان الجديده، اسوان الجديده. والاسكان ده هيتعرض للشباب، يعني هو برضه حلاوه الموضوع ان هو مش هيكون استثماري بحت، لا بالعكس، ده هو الشباب اللي بيقدم هياخد شقه بنفس المواصفات دي او بنفس. وشايف الرؤيه انت يعني بالنسبه للمستقبل، يعني هيبقى في تحول كامل للاقتصاد الاخضر او للبناء الاخضر بشكل عام؟ والله خليني اقول لحضرتك الموضوع ما بقاش رفاهيه، هو الموضوع دلوقتي موضوع واجب، موضوع احنا في مشكله لازم كلنا نتحد عشان نطلع منها. فالتوجه العام، مش عايز اقول التوجه المصري بس، التوجه العالمي كله نحو الاستخدام الاخضر عامه في كل المجالات. نعم.
يعني ما عايز اقول برضو بالنسبه لك دي اول مشاركه ليك في اطار تنافسي، ولا قدمت الافكار دي في لا هو الفكره عامه منتديات اخرى يعني؟ لا كفكره اول مره بصراحه يعني نعم في المجال ده، نعم لكن افكار تانية ومجالات تانية اكيد كان في نعم تقديمات يعني. عموما اتمنى لك كل التوفيق، وانا بشكر وبشكرك بشكل خاص، وبشكر برضو روحك الحقيقه ان اللي قال ان كل الافكار اللي قدمت افكار مميزه، وسواء يعني كسب من كسب ورابح من رابح، ولكن في النهايه المجتمع كله هيكسب بالتاكيد هذه الافكار الجميله المتعلقه بنماذج الاعمال الخضراء لشباب ورواد اعمال قدمت في هذه الورشه التي نظمت في محافظه قنا بمشاركه 4 محافظات هي قنا واسوان والاقصر والفيوم. باشمهندس احمد محمد حسن مهندس المدني والباحث بالمركز القومي للبحوث والاسكان والبناء ضيف العزيز، شكرا جزيلا ونلتقي على خير، ومبروك مقدما ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا ان شاء جزيلا. الله. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام، هذا ما سمح به الوقت في حلقه اليوم من شارع الجنوب. في النهايه هذه تحيات فريق العمل، الاعداد زميل عطاء القاضي، مدير التصوير مصطفى بسطاوي، تحيات زملاء اشرف عبد العزيز، عنتر الراعي، وليم فخري، محمد جمال، عبيد عبد الجواد، طبعا مخرج التنفيذ ياسر بشير، ومنفذه الانتاج الزميله تيسير العلودي، مخرجنا المتالق دائما الزميل اسماعيل عرفان، والاشراف طبعا عبد الله عبد الظاهر صديقي العزيز، والاشراف العام دائما الاستاذ خالد الشريف، وهذه تحياتي والى اللقاء.